أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. على بركة الله، المحاضرة السادسة اللي هي بعنوان الفراكشن، الاحتكاك. الاحتكاك لما وين ابدي سلايد وانا نذر، لما ينزل جسم على جسم آخر، القوة المماسية اللي راح تتولد قرب سطح التلامس، هاي نسميها قوة الاحتكاك. واضح؟ إذن الاحتكاك شنو قوة الاحتكاك؟ القوة التي تتولد عندما يحصل تلامس بين الأجزاء. وين تصير هاي؟ على السطح التلامس. واضح؟ زين. Sliding of one contact surface to other, friction occurs and it's opposite to the applied force. يعني إذا كانت القوة تحاول تدفع الجسم في اتجاه معين، لو افترضنا أنه هذا جسم والقوة جاي تحاول تدفع بهذا الاتجاه، طبعا اذا كان هنا اكو سطح وهذا سطح احتيادي لازم يصير خشن، يعني بعدها باحتكاك، صح ولا لا؟ فراح تتولد قوة، هاي اذا قلنا مثلا هاي اسمها بي، راح تتولد قوة تقاوم هاي القوة، هي مقدار الفراكشن. واضح؟ قوة الاحتكاك هاي بصورة عامة. زين، بعض الاحيان من المطلوب انه نقلل الاحتكاك، لذلك احنا جاي ندرس موضوع الاحتكاك. مثل البيرنج. البيرنج هاي الجوينتات، الرابطة اللي يسمونها مثلا الروابط تربط بين الأجزاء. هسه راح ناخذ أكثر، يعني بالأمثلة راح توضح لنا أكثر. مثلا الباور سكرو، البيرنج يسمونها المحامل بالعربي، يعني المحامل اللي تحمل الشفتات وغير، هاي البيرنج. الباور سكرو اللي هي براغي الطاقة أو مسامير الطاقة اللي ممكن نحتاج بها الاحتكاك، يعني مثلا يعتبر مضر بها لأنه احنا نريد تتحرك بسرعة. الجيرس الدشالي أو يسمونها التروس باللغة العربية، الدشالي اللي يربطون دشلي بدشلي، فالاحتكاك إذا كان قليل يصير سرعة أفضل، يعني هو المطلوب. الايركرافت هنا والطائرات والصواريخ، المحركات الطائرة، الايركرافت بولوشن، محركات الطائرة والمسلس والصواريخ اللي تندفع خلال الغلاف الجوي، هاي كلها المفروض تتقلل بها احتكاك. وكذلك الجريان بالمواقع، نسعى لأنه نقلل بها الاحتكاك أقل ما يمكن حتى يصير جريان المائع بصورة مستقرة. بالنسبة هاي الأشياء اللي المفروض نقلل بها الاحتكاك، الأشياء اللي المفروض نزيد بها الاحتكاك هي البريك، بريك السيارة. كلكم إذا صار احتكاك قوي يصير الستوب مال السيارة يصير سريع، وهو المطلوب. الكلتش اللي هنا، القوابض اللي يستخدمونها ايضا بتبديل الجير مال، يعني الجير تبديل الجير مال السيارة. الكلتش هسه اللي عندهم سيارة يفتهم هذا الموضوع. الكلتشات هم يفترض انه يكون بها الفراكشن ماكسيمم. كذلك البيلت درايفر، السيور اللي يوضعونها على عجلات والأحزمة، هاي الأحزمة المفروض تصير الاحتكاك بها أيضا ماكسيموم، على مود مين يتحرك الحزام تتحرك على العجلة مباشرة، ما يصير بينات اللاق أو تأخر. هاي بالنسبة ليمتى المفروض يقل الاحتكاك ويمتى الاحتكاك يصير أكبر ما يمكن. أنواع الاحتكاك: الدراي فراكشن، وبعض الأحيان يسمون الكولوم فراكشن والفلويد فراكشن. بالنسبة للدراي يصير وين؟ A course when unlubricated surface are in contact during sliding. لما ماكو تزييت للأجزاء، تزييت للأجزاء راح يصير، إذا ماكو تزييت بيناتهم راح يصير احتكاك، وهذا الاحتكاك يسمونه الاحتكاك الجاف. وبعد الفراكشن فورس always opposite to the sliding motion. وهذا اللي يميز هذا النوع، أنه قوة الاحتكاك تصير مضادة لاتجاه الحركة، تصير مضادة لاتجاه الحركة. هاي بالنسبة للدراي فراكشن اللي هو اللي راح نشتغل به في أكثر الأحيان. زين، هنا الفلويد فراكشن وين يحدث؟ Of course when the adjacent layer in fluid، مثلا ليكويد أو غاز. هنا إذا كانت السطوح المتجاورة أو بين طبقات السائل، بين طبقات السائل المتجاورة اللي هي تصير عادة في الموائع أو الغازات، في السوائل أو الغازات، وتتحرك بسرعة مختلفة، تتحرك بسرعة مختلفة. بالنسبة للنقطة أو النقطة الثانية، this motion causes friction between fluid element. هنا راح تصير الاحتكاك بين طبقات، بين طبقات أو جزيئات السائل نفسه. هاي بالنقطة الثانية. بالنقطة الثالثة،
depend on relative velocity between layer. إيش قد أكو إيش قد أكو اختلاف بالسرعة relative velocity سرعة نسبية بين طبقات المائع، وأيضا إذا كان no relative velocity no fraction no fluid fraction بعد إذا صار يتحركن بنفس السرعة ماكو اختلاف بالسرعة بيناتهم، بالتالي راح تصير ماكو fluid fraction واللي هو depend on the viscosity لزوجة المائع نفسه و measure of resistance to sharing action between the fluid layer مقاومة القص اللي تحدث بين طبقات المائع، هاي يعتمد عليها قيمة الاحتكاك. dry fraction law of dry fraction قانون ال dry fraction شين القانون مال dry fraction؟ إذا كان عندنا سطح بهذا الشكل وسطح جسم A ومستند على سطح آخر هذا السطح السمائي ووزن هذا السطح يضغط للأسفل احتيادي راح يصير بيناتهم كونتاكت هنا W تساوي إن الويت والN هاي الN احتيادي راح يصير رياكشن مضاد للW فش يصير رياكشن on the surface اللي هو ايش راح يصير؟ راح يصير only vertical component. إذا تلاحظون جسم ساكن عالية وزن راح يسلط الوزن مالته على هذا السطح، فبالتالي هذا السطح لازم يقاومه بمقدار قوة المقاومة اسمها الN. ماكو حركة ولاكو محاولة حركة، إذن أسلحتها اللحظة ماكو احتكاك. نجي نفس هذا الجسم إذا سلطنا عليه قوة، إذا سلطنا عليه قوة إيش راح تحاول هاي القوة تدفع هذا الجسم مع وجود هذين القوتين العموديات اللي استونا حكينا عنهن W والN. لأن منين جت؟ جت لأن هي مقاومة للW. هاي البي إذن راح تتولد قوة تقاوم هاي البي، مبدئيا لازم تتولد قوة مقاومة لهاي البي، وإذا قد تكون البي قوية إذا قد هاي تقاومها أكثر، فبالتالي هاي القوة هي اللي نسميها فراكشن فورس. الفراكشن فورس بما انه الجسم ساكن حاليا وهاي القوة هي اللي راح تحاول تحركه، اذا هاي القوة ايش راح نسميها؟ ستاتيك فراكشن فورس. ليش سميناها ستاتيك؟ لان الجسم ساكن اصلا. هسه ما ندري هاي القوة تقدر تحركها ما تقدر، هل هي قوية بصورة كافية بحيث تتغلب على الاحتكاك الموجود هنا حتى تقدر تحركه، اذا راح اسمي هاي القوة المقاومة لها ستاتيك فراكشن فورس اللي هي result of many forces acting over the intercontact area. هاي محصلة كل القوى اللي أثرت بهاي النقاط سموها نقاط تماس، كلهن محصلات ذني هي الF. واضح؟ ليش صارت F؟ صارت بسبب اللا انتظام regulation in surface and molecular interaction. هنا تداخل التقاطعات اللي تصير بهاي المنطقة، هاي المنطقة واضح، او الخشونة الموجودة لا انتظام بالسطح هو اللي سبب انه هو الاحتكاك، والا اذا كان السطح ما بيه خشونة ولا بيه تداخلات ولا كذا فهو املس، اذا ما يصير اكو احتكاك ويتتحرك البي بسرعة بدون اي مقاومة. هاي بالنسبة للمبدأ الاول. هسه هذا المبدأ نكمل زين. هسه البي is increased F is also increased، كل ما تزداد البي احتياج الاف راح يزود، and continuous to opposite وتستمر هي بالضد من البي. زين this happened till maximum Fm is reached. راح تحاول البي تدفع وكذلك الاف تقاوم هذا الدفع الى ان تصل الى اف ماكسيمم Fm اللي هي اف ماكسيمم. بعد بالاف ماكسيمم هي قمة المقاومة اللي تسلطها قوة الاحتكاك، بعد اكثر ما تقدر تقاوم. اذا البي استمر بالزياده راح يتحرك الجسم يتغلب على هاي القوه قوه القصوى، هاي اللي نسميها body tend to move till f is reached. راح يحاول الحركه الى ان القوه بي تتغلب على الاف ام اللي هي صارت ماكسيمم هسه ماكسيمم، فبالتالي يتحرك الجسم. واضح؟ block is in motion اذا تحرك الجسم. بعد من يتحرك الجسم هاي يمكن ان شاء الله ملاحظينها انتم من يدفعون فت سيارة معينة، اول شيء يصير كلش صعبة بس بعدين من تمشي لا، حتى مثلا اذا كانوا ثلاثة يدفعوها بالبداية بعدين اثنين كافي، يعني واحد ينسحب، ملاحظين هاي الحالة. فبالتالي يعني معناها اذا تغلبت القوة بي على الاف ماكسيمم ومشى الجسم بعد الاف ماكسيمم راح تقيل. ايش قد تقيل؟ هم حسبوها لقوها تساوي ما يسمى بالاف كي، كي ماخذينها من كلمة كاينتيك يعني حركة، وسموا هاي الاف كي تذكرون الستاتيك كان اسمها ستاتيك، سموها كاينتيك فراكشن فورس.
ليش كان يتك؟ لان الجسم متحرك، صار الجسم يتحرك، يعني اكو قوه احتكاك. لو ماكو، نعم اكو قوه احتكاك بس هي اقل من الاف ماكسيموم، واسمها اف كي. واضح؟ اذا شوف، اذا اشرح لكم على هذا الرسم نكمل. هاي اند اتس ريمين سيم ريليتد ريجيشن انتراكشن ان ريتش بي فروم ايدنتيبينج كورس بي. زين، هسه اذا الان، هاي الان قوه الان هاي اذا تحركت الى ان توصل للبي، هاي الان لو افترضنا انه صار بيها تحرك الى ان نتيجه الحركه الزايده، اذا وصلت لحد اللي هنا، من توصل لحد اللي هنا راح يصير بالجسم شنو؟ راح يصير انقلاب حول من حول النقطه بي. هاي تصير بالحالات قليله، هم اكو مثال عليها راح نشرح هسه. هاي القوه بي إذا رسمناها، وهاي القوة F، شنو قوة الـ F؟ قوة الاحتكاك. شنو القوة P؟ القوة المسلطة على الجسم. راح أزود B شوية، وصلت الـ B لحد اللي هنا، شوف زادت قوة الاحتكاك. يعني B لحد اللي هنا قوة الاحتكاك زادت، إنه وصلت الـ B لحد اللي هنا شوف قوة الاحتكاك صار بيها زادت أكثر. وصلت الـ B لحد اللي هنا قوة الاحتكاك زادت أكثر، إلى أين وصلت الـ B إلى هاي النقطة. راح أشوف وصلت الـ F إلى ماكسيموم F. واضح؟ وظليت البي موجودة. واضح؟ من زيدت البي بديت شوية احاول ازيد البي، صارت مثلا خليت البي حد اللي هنا شوية عبرت هذا الخط، راح صار لقيت الاف نازلة، صار قيمتها هلقد هي اقل من اف ماكسيموم. واضح؟ وبقيت ازود البي، ما تأثرت الاف وما تأثرت وما تأثرت وما تأثرت، وبقت للنهاية ما تأثر. واضح؟ لأن الجسم وصل إلى حالة استقرار بالحركة. واضح؟ وتغلب على هاي الريجوليشن، لا انتظام اللي موجودة، تغلب عليها. واضح؟ فصارت حالة الحركة. هاي بالنسبة لشرح المخطط. هذا نفس هذا يعني مخطط امبريكلي، يعني عمليا اكسبيرمنتلي ماخذين. يقولون التداخلات هنا لو كبروا التداخلات، هاي اللي حشيت عنها من الساعه بالسطح، فهاي وحده الار 1 وار 2 وار 3 والى اخره، اذا كلهن بالنتيجه سووا محصلتهم واخذوها وسموها اف. هذا نفس المخطط اللي حشيت عليه من الساعه. هنا كل ما نزود اف تزود، كل ما نزود زود الى ان تصل الى نقطه معينه، وراها بعد يبدي ينزل ويصير اسمه اف كي. فهاي المنطقه الاف ماكسيموم شنو اسمه؟ اسمه ميو اس. اسمين جاي من الاستاتيك، من الاستاتيك. وهنا الميو كي منين جاي من الكاينتيك. كاينتيك معناها حركه. انزل هنا وجدوا انه الاف تتناسب ويا الان، القوه الان العموديه اللي مش لاحظنا، وجدوا انه ثابت التناسب هذا يسمونه ميو اس في حاله الاستاتيك، وفي حاله الدايناميك الكاينتيك ايضا اسمه ميو كي. زين، ميو اس وميو كي ديبند اون شنو؟ اون ذا ناتشرال اوف سيرفس، مو قلنا خشونه وكذا، فاذا هو يعتمد على طبيعه السطح، نوت اون كونتاكت اريا. ما يعتمد على الكونتاكت اريا اللي هي كبيره او صغيره، مساحه التلامس، لا، يعتمد بس على طبيعه السطح نفسه. وعاده ما يكون الميو اس سكوني اكبر من الميو كي، هاي موجود يعني. زين، يسمونهن الميو اس كوفيسنت اوف ستاتيك فراكشن، والميو كي كاينتيك فراكشن، كوفيسنت اوف كاينتيك فراكشن. الاف اس والاف كي، الاف اس ستاتيك والاف كي كاينتيك فراكشن فورس ولا نورمال فورس. زين، هسه اكو فور ديفرنت سيتويشن كان اكورس وين ا ريجيد بودي از ان كونتاكت وذ ا هوريزونتال سيرفس. اذا كان عندنا جسم في حاله تلامس ويا سطح افقي، اربع حالات ممكن ان تحدث. خلينا نشوف هاي الحالات، الحاله المخطط يحكيها وايضا الفيجرات يبينها. نجي للفيجر الاول. الفيجر الاول لما اكو قطعه موضوعه على سطح افقي، فهاي القطعه احتياجي لها وزن، فبالتالي هذا وزنها لازم اكو قوه تقاومه، وهاي القوه مقدارها ان، اتفقنا عليها من السابق. لو سلطنا قوه بي على هذا الجسم، ايش راح يصير؟ راح يصير مقدار الان سميشن فورس ان واي اكسس ايكوال زيرو، راح نحصل على انه الان تساوي ان البي زائد دبليو. واضح؟ والجسم شنو اكو قوه احتكاك او فشي؟ لا، قوه الاحتكاك صفر. ليش صفر؟ لان ماكو قوه جاي تحاول تحرك الجسم، بالتالي
إذا ماكو قوة تحرك الجسم يعني شنو؟ يعني الجسم ساكن. من معادلة الاتزان حصلنا على هاي النقطة الثانية، لو القوة بميلناها بزاوية، زاوية وإن كانت قليلة، فهاي راح أصير بها محصلتين، راح أصير بها مركبتين، مركبة باتجاه X نسميها بي X، ومركبة باتجاه Y نسميها بي Y. زين، هسا من معادلة الاتزان باتجاه الواي أحصل على أنه الان تساوي لي بي واي زائد دبليو، يعني أخذت مركبة واحدة من القوة زائد دبليو، هم صارت أكثر من دبليو الان، واضح؟ زين، هسا الاف أكو، ليش أكو؟ يعني أكو قوة قاعد تحرك الجسم باتجاه اكس، اكس اللي هي بي اكس، هاي مو جاي تحاول تحرك الجسم باتجاه اكس، لأن أكو قوة مقاومة لها، هاي القوة اسمها اف، واضح؟ الاف شو يساوي لي هسه؟ بما انه جسم متوازن بعد ما تحرك، جاي تحاول تحركه بس ما قدرت، اذا هو متوازن، اذا من معادلات التوازن راح احصل على انه الاف تساوي بي اكس. زين، انا من ساعه قلت لكم الاف ماكسيموم يمتى تصير؟ تصير لما تساوي الميو اس في الان. هسه وصلنا للاف ماكسيموم؟ لا، بعدنا ما وصلنا للاف ماكسيموم. حاليا ما وصلنا للاف ماكسيموم، لان ورا الاف ماكسيموم بعد تصير حركه. ليش ما وصلنا؟ لان الجسم ساكن. بعد ورا لازم حركة ما بيها مجال، واضح؟ نجي على الرسم هسه، الحالة الأولى، هاي الحالة الأولى، من كانت البي صفر، كانت الاف صفر بالبداية، ليش؟ لأن ماكو قوات، كانت البي باتجاه اكس صفر، وبالتالي ماكو قوة احتكاك. هسه البي باتجاه اكس صارت إلها قيمة، مقدارها بي اكس، واضح؟ فايش قد صار؟ صارت اكو قيمة للاف، بس صغيرة هي. تتناسب ويا من؟ تتناسب ويا البي اكس. هسه لما البي اكس تكبر، كبرت ايضا راح تكبر الاف، بس هل وصلت للاف ماكسيموم لو ما وصلت؟ لا ما وصلت. ليش؟ توصل يمتى؟ لما نصير الاف تساوي ميو اس في الان. هسه راح نشوف يمتى توصل. الحاله الثالثه زودنا الزاويه ما تميلان البي، بالتالي البي اكس كبرت، صارت كبيره، صارت كبيره راح تحاول تحرك الجسم، مو صحيح؟ اكثر من هاي القوه راح تحاول تحركها بقوه اكثر، يعني صارت ميلان اكثر. زين، هسه الجسم يتحرك؟ لا، بعد ما تحرك، حاليا بعد ما تحرك، بس جاي القوه جاي تبذل جهد حتى تحاول تحركه. اذا من توازن الجسم باعتبار بعد ساكن راح نحصل على البي اكس تساوي لنا الاف قوه الاحتكاك، واضح؟ بالنسبه للان ايش راح تساوي؟ راح تساوي مركبه بي باتجاه واي زائد دبليو. بالنسبه للاف، البي بذلت جهد كلش كبير، والاف لازم تقاومها الى ان وصلت للماكسيموم، فالاف ماكسيموم اللي هي ميو اس بالان. بعد لحظه اذا استمرينا بالزياده بالبي اكس راح يمشي الجسم، بس هو حاليا شنو؟ متوقف. قيمه الاف ام ايش قد؟ ميو اس. خلينا نجي هاي القوه بي هنا وصلت الى هذا الرقم، من وصلت لهذا الرقم والاف زادت الان وصلت للماكسيموم بهاي النقطه، وصلت للماكسيموم، واضح؟ بعد من وصلت الماكسيموم شلون يلد، خلينا نسميها خضعت، صار خضوع عندها، فمن خضعت بعد راسا الجسم راح يبدي يتحرك. هسه هذا السبب مرحله الخضوع الان تنزل، تصير قيمتها لحد الاف كي، بعد من توصل الاف كي لا يمشي الجسم بعد، واضح؟ اذا هسه وصلنا لحد هاي المرحله، هاي الحاله بهاي المرحله. المرحله الرابعه والاخيره لما يصير إيش هاي المرحلة؟ سوري، هاي المرحلة شو يسمونها؟ يسمونها امبيندنت. امبيندنت يعني شنو؟ شروع بالحركة، شرع بالحركة بس بعد ما تحرك. المرحلة الرابعة والأخيرة مرحلة الحركة، لما تزداد ميلان البي اكس أكثر، وبالتالي إيش راح يصير؟ راح تصير الاف كي اللي هي ميو كي بالان، حيث راح تصير الاف كي أقل من البي اكس، وإذا مو أقل ما يمشي الجسم، مو صح؟ إذا الاف كي أكبر ما يمشي الجسم، لازم تقاومه، فراح يصير البي الاكس اكبر من الاف كي، بالتالي الجسم راح يتحرك، يصير بحركه بهذا الاتجاه، وايضا الاف كي راح يساوي لنا ميو كي بالان، والان راح يساوي لنا محصله البي باتجاه واي زائد الدبليو. هاي الاربع حالات اللي تصير بالجسم اذا كان متحرك على سطح افقي واضح. زين، it is sometime convert to replace normal force n and fraction force by f by either resultant of. احنا متفقين انه اذا عندي قوتين، هاي قوة واحد وهاي قوة اثنين، اقدر احصل منهم محصل ولا ما اقدر؟ اقدر احصل محصل. هاي المحصلة راح اسميها r،
والزاوية راح أسميها فاي، زاوية راح أسميها فاي. فنفس هاي الرسومات الأربعة راح أرسمهن بالمحصلة. بالحالة الأولى ماكو محصلة، ماكو قوة مائلة، ماكو قوة احتكاك، بالتالي اكو بس مركبة واحدة. إذن الآر بالحالة الأولى تساوي فقط الان، هي المفروض زائد اف مو صح؟ بس بما أنه الاف ماكو بالحالة الأولى صفر، بالتالي تصير الان. بالحالة الثانية الآر راح تساوي، راح تساوي الان زائد مركبة الاكس، لأن يعني ما طول صار اكو مركبة اكس، اذا اكو قوة احتكاك هنا موجودة، بس هي صغيرة بس موجودة. اذا الار ايش راح تساوي هنا؟ راح تساوي بالفكتور فورم ان زائد الاف، والها زاوية اي نعم الها زاوية، وزاويتها مقدارها فاي، وهاي زاويتها اقل من زاوية العظمى الفاي اس. ليش الفاي اس؟ لان تساوي ميو اس، وراح نثبتها لكم. هاي الحالة الثانية. الحالة الثالثة راح تصير محصلة أكبر، اللي منين جاية؟ جاية من القوة، من N زائد قوة أكبر من القوة ذيك، هي اسمها F static أو F maximum. F maximum هاي ال F maximum، إذا شوية بس أكتب لكم صورة شوية أضبط. F maximum ليش maximum؟ لأن يعني الجسم راح يشرع بالحركة. الحالة الثالثة motion unbending، راح يبدي يشرع بالحركة مع، لأنه شروع بالحركة معناها وصل إلى ماكسيموم الاحتكاك. إذن هاي الآر هنا هي تقريبا يعني يصير تساوي الان زائد الاف ماكسيموم، وبما أنه الاف ماكسيموم راح يصير الفاي تساوي الفاي ماكسيموم أو الفاي ستاتيك، اللي هي تساوي لنا الميو إلها علاقة بالميو ستاتيك. هسه راح نشوف علاقتها، واضح؟ هسه واحد يقول ليش هذا أكبر من هذا؟ نعم أكبر، لأن الان إذا تلاحظ الان زائد اف، هنا اف صغيره بينهم، هنا اف كلش كبيره، صارت الار اكبر. يعني هسه هنا اللي يقول ايش قد القوه؟ قوه مقدارها ار وزاويه ميلانها فاي، اللي هي فاي اس تساوي بالحركه. بعدين من تصير الاكس كبيره بي اكس راح تصير حركه، اذا راح تصير هناك قوه، تذكرون شنو اسمها؟ اسمها اف اف كي، واضح؟ وهاي اذا هنا الار راح تساوي لنا الان زائد الاف كي، اللي هي كاينتيك فراكشن، واضح؟ هاي وين تصير؟ تصير لما اكو حركه، بعد صار الجسم يتحرك يعني بهذا الاتجاه، نتيجه انه هاي القوه تقدمت على قوه الاحتكاك. زين هسه نجي نشوف العلاقه اللي حكينا عنها قبل شوي. التان فاي اس اشتقوها وجدوا انه هي تساوي، واشتقاقها جدا بسيط للعلم، جيبها من هاي اشتقها، بس اشتقى من هاي ذات هاي، ذا قلنا هاي هي الفاي اس، خلينا اشتقها انا وياكم. فالتان مالتها شو يساوي؟ يساوي ان المقابل مالتها اللي هو الاف ماكسيموم على المجاور اللي هو الان، صح ولا خطا؟ زين عوض عن قيمه الاف ماكسيموم اللي هي ميو ستاتيك في ان، صح ولا لا؟ اختصر الان ويا الان، ايش راح يصير؟ راح يصير تان فاي اس يساوي ان ميو اس، وهو المطلوب. إذن اكو علاقة بين الاحتكاك وبين زاوية الميلان مال القوة، هي أصلا جاية من عندها، يعني مو غريب العلاقة بيناتهم، واضح؟ زين هسه شنو؟ هاي للميو كي بنفس الأسلوب، نروح لهذا الفيجر، نقول الزاوية ايش قد كانت؟ اسمها فاي كي، لها علاقة معينة بالميو كي، خلينا نشتقها. تان فاي كي ايش يساوي لنا؟ المقابل اللي هو الاف كي اللي هو أقل من البي اكس، على المجاور اللي هو ان، عوض عن قيمة الاف كي، ميو كي بالان على الان، اختصر الان ويا الان، راح يصير تان فاي يساوي لنا ميو كي، واضح؟ هسه هاي الفاي اس قلنا انجل اوف ستاتيك فراكشن، اللي هي تناظر الميو اس لها علاقة بها، واللي هي ماكسيموم انجل، اوكي؟ لايك اف ام، مثل ما اتفقنا انه الاف ام هي الماكسيموم فورس اوف فراكشن، اللي بعدها راح تنزل قوة الاحتكاك تصير ميو كي. اما الفاي كي فهي الانجل اوف كاينتيك، وعادة ما تكون الاف الفاي كي اقل من الفاي اس، يعني الفاي اس هي الاكبر. زين هاي الحاله. الحاله عندنا هسه لو كان سطح مائل، لو كان عندنا سطح مائل، consider block of y w resting on board with a variable inclination angle theta، زاويه ميلان متغيره، ايش راح يصير؟ اول مره الزاويه صفر، بعدين الزاويه مقدارها ثيتا، وبعدين صار فاي ثيتا اللي هي تساوي لنا فاي اس، وبعدين فاي كي، يعني نفس الافقي، بس هنا الميلان له دور لان ياخذ من مركبه الوزن، مو صح؟
تصير واحدة من مركبات الوزن، هم لها علاقة بالموضوع. حسنا راح نشوف. بالحالة الأولى سطح أفقي زاوية صفر، وزن وقوة مقاومة لهذا الوزن مقدارها R. إذا المحصلة شو تساوي؟ تساوي إن N زائد نفس ما مساك كتبنا، ما يحتاج نكتبها بعد بس هاي لكم، زائد F بما إنه الـ F صفر، إذا الـ R تساوي N. هاي نو فراكشن، ماكو أي احتكاك بالموضوع. بالجزء الثاني بعدنا أيضا ثابتين لأن الزاوية صغيرة مو كبيرة، أقل من الفاي اس. شو راح نميل هذا السطح الأفقي؟ من راح نميل راح يصير عندنا تتولد مركبة جديدة، مركبات الوزن يصير هنا وحدة وهنا وحدة. هاي باعتبار باتجاه الحركة، هاي ممكن تسوي حركة لا ممكن، ممكن تسوي حركة للأسفل لأن هي باتجاه هذا الخط، هي هذا اتجاهها صح أو خطأ؟ إذا ممكن تسوي حركة، إذا سويت حركة يعني ممكن تسوي مقاومة، تحدث مقاومة لهذه الحركة اللي هي مقاومة الاحتكاك، والآن اللي بعدها صغيرة. فنجي نرسم الآن اللي هي عمودية على السطح المائل اللي راح تساوي إنها المرة مركبة واحدة من مركبات الدبليو. ها الآن هسه واحد يقول ليش ما صارت هالشكل؟ لا، لأن الآن عمودية على السطح، واضح؟ الآن عمودية على السطح مو عمودية على الوزن، على السطح. زين، سطح التلامس أقصد. فالاف هنا اكو اف، اي نعم اكو اف، ومقدارها يساوي لنا الدبليو ساين ثيتا. دبليو ساين ثيتا منين جبتها؟ جبتها من موازنه، باعتبار الجسم بعده متوازن لان ما تحرك. اذا من قوانين الموازنه حصلت على قيمه الاف وقيمه الان، واذا اجمع قيمه الاف والان جمع طبعا احتياجي اتجاهي راح احصل على قيمه الار وزاويتها. ونعرف شلون اخذناها بالفصل بالمحاضره الاولى كلش، لما قوتين عاديات واحدة اسمها ان واحدة اسمها فرد محصلتهن وزاويتهن، اقدر لو ما اقدر اقدر استخدام فيثاغورس باعتبار الزاوية بيناتها 90 درجة. الحالة الثالثة لما الميلان صار اكبر، من صار اكبر صارت محصلة دبليو باتجاه الحركة اكبر، كبرت، واضح؟ فممكن ينزلق الجسم، اذا راح اكو مقاومة لازم تقاومه، وهسه صارت المقاومة اعظم ما يمكن. فبالنتيجة الان ايش راح تساوي؟ راح تساوي دبليو كوساين ثيتا. الاف ماكسيموم هسه بما اتزان بعد، بعدنا في حالة اتزان، راح تصير دبليو ساين ثيتا، راح تساوي لنا دبليو ساين ثيتا، واضح؟ هم لان الجسم بعده حاليا ترى بعده ما تحرك على وشك الحركة، وراها راح يتحرك بعد ما في مجال، واضح؟ واللي طبعا هنا اذا اريد نحسب هاي القوة هي نفسها في ماكسيموم صديقتنا اللي هي تساوي لنا الان في الميو اس، والان قيمتها دبليو كوساين ثيتا، والميو اس لازم يعطينا اياها ونقدر نطلعها باستخدام، او نقدر نطلعها باستخدام الزاويه، لان هي قلت انا لها علاقه بالزاويه اللي هي فاي اس. هاي الحاله الثالثه، حاله الشروع، امبلمنتد شروع، كلش مهمه هاي الحاله بالحركه. واللي وراها لا بعد الجسم صارت الدبليو، صار ميلان اكبر، صار الدبليو كلش كبير، راح يتحرك الجسم ما بيه مجال، راح يتغلب على قوه الاحتكاك ويتحرك. اذا الان هنا راح يصير دبليو كوساين ثيتا، والاف كي اللي راح يصير ميو كي في الان، واللي هسه حاليا راح يصير اقل من الدبليو ساين ثيتا، لو مو اقل ما يقدر يمشي الجسم، صح ولا لا؟ هاي اللي تصير حاله الحركه، واضح؟ هاي خلصنا. ها بهاي الحاله ما ننسى انه الار مو فيرتيكال. ليش مو فيرتيكال؟ هنا فيرتيكال فيرتيكال فيرتيكال، قاعد تلاحظون لان الجسم بعده ساكن، بس هنا لا تحرك الجسم، فصارت الار بيها ميلان شويه، بيها ميلان لان الجسم تحرك. هسه البروبلم متجينا على الاحتكاك هي واحد من ازقد من اربع حالات، ثلاث حالات سوري، واحدة من ثلاث حالات. كل البروبلم متجينا بالدراي فراكشن هي عبارة عن واحد من ثلاثة حالات. شنو هي الثلاثة حالات؟ اول شيء بالفيرست جروب بالمجموعة الاولى من المسائل شو يصير؟ يعطينا all applied force are given، كل القوى المسلطة معلومة are given، and the coefficient of friction are known، وايضا معاملات الاحتكاك اللي هي ميو اس ميو كي معطات. زين، we are to determine شنو نوجد whether the body consider will remain at rest or slide. هسه يعطينا كل هاي المعطيات ويقول لنا ما حال الجسم، هل هو ساكن ام متحرك؟ يمتى يصير ساكن الجسم؟ ساكن هنا واحد اثنين ثلاثة، هاي المنطقة كلها ساكن. حركة يمتى يصير؟ يصير لما الاف كي يصير، لما تنوجد الاف كي او لما الاف ماكسيموم نوجدها وهاي القوة المحركة تغلبها، اذا راح تصير حركة. فريدنا نحدد وضعية الجسم، هاي الجروب الاول من المسائل، واضح؟
ايش حال شلون نحل هذا الجروب الاول؟ احنا قلنا ثلاث جروبات، الجروب الاول شلون نحله؟ الجروب الاول the friction force F required to maintain equilibrium is unknown. هنا معناها الاف ما موجوده. هو صحيح اعطانا كل القوى المسلطه، يعني اعطانا الدبليو، اعطانا الوزن، واعطانا الميو، بس ما اعطانا الاف، ما له علاقه بالاف، احنا لازم نطلعها. بايش حال احنا شو نسوي؟ هذا الشرح طبعا هسه تقولون راح يشوفونها جمالتي. راح نحسب الاف ريكواير، الاف هاي الاف ريكواير من نحسبها؟ نحسبها من الاتزان. من الاتزان، الاتزان شنو يعني؟ مركب، اذا اخذت هذا اكس وهذا العمودي واي، اذا قلت هذا واي وهذا اكس، حسب اي اتجاه ما يعني، فشي المهم خليه الاتجاهات هذا اكس. فبالتالي اذا سويت سميشن فورس ان واي دايركشن حصل قيمه الان، واسوي سميشن فورس ان اكس دايركشن حتى احصل قيمه الاف. اذا حصلت قيمه الاف، هاي الاف اشيكها هل هي هسه حصلت قيمه الاف، اوكي اجي هسه احسب الاف ماكسيمم اللي هي شو تساوي؟ تساوينا ميو اس في ان. زين انا حسبت الان قبل شوي، اضربها بالميو اس احصل اف ماكسيمم. اذا هاي الاف طلعت اقل من الاف ماكسيمم، ركز، اذا هاي الاف اللي حسبناها طلعت اقل من الاف ماكسيمم، اذا الجسم بعده ساكن، اذا نقول الجسم remain at rest بعده ساكن. خلصنا اعيدها، هاي ملاحظه اعيدها. راح نحسب الاف بالتوازن واحطها بهاي الدائره، وراح احسب اف ماكسيمم اللي هي تساوينا ميو اس بالان، لان منين اجيبها؟ اجيبها من التوازن القوه باتجاه الواي اكسس. فاذا شفت هاي الاف اقل من الاف ماكسيمم، اذا الجسم في حاله استقرار. اما اذا شفتها اكبر، اذا شفت هاي الاف اكبر من الاف ماكسيمم، اذا الجسم في حاله حركه. مو صح ولا منطقيه؟ اذا الجسم في حاله حركه. زين اذا شفتها متساويه، اذا الجسم في حاله امبلمنتد شروع بالحركه. هسه اذا بالحاله الاولى اصغر انتهى الموضوع، قيمه الاف تساوي نفسه وانتهى الموضوع. قيمه الفراكشن اذا يساوي، فقيمه الاف تساوي الاف ماكسيمم. اذا طلعت اكبر، اذا الاف هاي طلعت اكبر، اذا الجسم في حاله حركه، وقيمه الاف مالته هالمره تصير اف كي اللي تساوينا ميو كي في الان. ليش ميو كي؟ يعني الجسم في حاله حركه، بعد ما يصير اقول اف ام. هاي الحاله الاولى مفهومه ان شاء الله؟ ان شاء الله مفهومه، تقدرون تراجعونها حتى تفهمون اكثر. الحاله الثانيه سكند جروب اوف بروبلم، اول ابلايد فورس ار جيفن، كل القوى الخارجيه منطينا اياها، اوكي منطينا كل القوى الخارجيه. ان موشن از ناون تو بي امبلمنتد، وقايل لك ترى الجسم على وشك الحركه، قايل لك الجسم على وشك الحركه. وي ار تو ديترماين، شنو مطلوب من عندنا؟ شنو مطلوب بالسؤال؟ ذا فاليو اوف كوفيشنت اوف ستاتيك، يريد الفاليو اوف كوفيشنت، معامل الاحتكاك مطلوب، معامل الاحتكاك. اذا المطلوب معامل الاحتكاك السكوني. ارجع ببساطه، شنو مطينا كل القوى وقال لنا الجسم في حاله شروع بالحركه، ويريد من عندنا معامل الاحتكاك، شلون اطلع؟ وي ديترماين ذا فراكشن اوف فورس. هنا ايش راح نسوي؟ هنا يمكن ما اعرف، يمكن ابسط من ذيك الحاله. راح اجين وي ديترماين ذا فراكشن فورس، راح نوجد قوه الاحتكاك. شلون نوجد قوه الاحتكاك؟ نوجدها اللي نقدر نطلع الان، من نقدر نطلع الان معناها نقدر نطلع قوة الاحتكاك، فيصير قوة الاحتكاك اللي تساوينا الميو اس بالان. هسه الميو اس هي مطلوبة، والاف ام بعدها ما معلومة. خطوة أولى قلنا راح نطلع الان، زين and the normal، زين forcing drawing، راح نرسم الفري بودي دايجرام و solving the equation of equilibrium، راح نوجد معادلات الاتزان summation f in x direction. اذا افترضت هذا الاكس باتجاه، دائما ناخذ الاكس باتجاه الميلان اسهل لنا، واضح؟ والعمودي عليه هو الواي. ف ايش راح يصير؟ راح نستخدم الفري بودي دايجرام حتى نحل معادلات الاتزان. وبما انه وي نو ذا فاليو اوف، ذا فاليو فاوند فور f از ماكسيمم، ذا كوفيشنت اوف فراكشن مي بي فاوند باي رايتنج f ماكسيمم سولفينج كويشن. راح نقول انه من القوة باتجاه x نحسب ال fm، واضح؟ من القوة باتجاه x
بعد ما حسبنا من القوة باتجاه واي مقدار الان، هسه اذا صارت معلومة الاف ماكس اف ام اللي هي اف ماكسيموم من الاتزان، وبقى عندنا مجهول هاي حسبناها من اتزان باتجاه واي، بقى عندنا مجهول شنو؟ بس الميو اس تطلع لو ما تطلع، تطلع ببساطة. هاي الحالة الثانية من المسائل، يمكن سهلة انا اشوفها بعد ما اعرف. الحالة الثالثة، in the third group of problem the coefficient of static friction is given، معامل الاحتكاك السكوني، السكوني منطينا اياه، and it is now that the motion is implemented in a given direction، قال الجسم على وشك الحركة واتجاه الحركة هم موجود منطينا اياه اتجاه الحركة. We are to determine the magnitude of the and or the direction of one of the applied force، ومجهول عندنا البي او الدبليو، ممكن واحدة منهم مجهولات of the applied force. The fraction اسال بي خلينا نقول the fraction force should be shown in the free body diagram. هسه المرة ايش راح نسوي؟ راح نرسم free body diagram وراح نخلي بي قوة الاحتكاك باتجاهها الصحيح. ليش؟ لان منطينا اتجاه الحركة وقوة الاحتكاك تصير بعكس اتجاه الحركة، اذا هذا اتجاه قوة الاحتكاك المضبوط ما يقبل خطأ. فاستفدت يعني استفدت من الاتجاه بس حتى اخلي قوة الاحتكاك المضبوطة. هسا اعتيادي احسب الاف ام اف ماكسيموم اللي هي ميو اس يساوي لنا ميو اس، لان باعتبار هاي الامبلمنتد شروع بالحركة، هاي شروع بالحركة، فميو اس معلومة ان معلومة، طلعت شنو؟ الاف ماكسيموم، اف ماكسيموم سوي اتجاه طلع منه البي. واضح؟ شنو استفدت؟ استفدت بما انه انطاني اتجاه الحركة يعني عرفت اتجاه قوة الاحتكاك اللي ما تقبل خطأ، وهاي اتجاهها معلوم، فبالتالي حصلت قيمتها وحتى اتجاهها وزاويتها الى اخره كل شيء حصلها. هاي الثلاث حالات اللي ممكن تجينا بيها المسائل الفراكشن. When two body A and B are in contact the force of fraction exerted respectively by A on B and by are equal and opposite، هذا قانون نيوتن الثالث. The drawing the free force diagram، لو عندنا سطحين متماسات بهالشكل هذا، لو كان عندنا سطحين متماسات بهذا الشكل، فايش راح يصير؟ راح يصير عندنا لو رسمنا الفري بودي دايجرام مال هاي الجسمين المتماسات اللي عليهم قوه مقدارها كيو وقوه اخرى مقدارها بي، فمنطقيا لازم اكو مقابل لهاي القوة قوة اخرى عكس الاتجاه لكل فعل رد فعل مساوي له بالمقدار ومعاكس له بالاتجاه، وتصير قوة ثانية على الجسم الثاني توازي او تعاكس اسف البي، واضح؟ وساوي المقدار. لو افتحنا بعد فري بودي دايجرام للجسم اي بحث والجسم بي بحث، ايش راح نشوف؟ راح نشوف انه هنا اكو فراكشن بيناتهم، اكو فراكشن راح يصير احتيادي الفراكشن راح يصير مال العلل اي هو ضد هاي القوه والعلل بي هو ضد هاي القوه، فراح يصير الفراكشن والان اللي جايه من البي، وراح يصير هنا فراكشن معاكس هذا الفراكشن شوفونه والان. ليش صار السالب الفراكشن؟ لان احتيادي بعد الان سالبه، مو صحيح؟ بحيث لو رجعنا دمجنا ذن الجسمين هاي القوه راح تنهي هاي القوه يصير صفر، اذا لزقن اذا رسمنا الفري بودي دايجرام مالهم سوية مو مفردات، راح هاي القوة تلغيها والان تلغي الان، بالتالي يصير الجسم كفري بودي دايجرام الى هالشكل. هذا بس رسم توضيحي حتى توضح شنو التلاصق شي تأثيره على قوة الاحتكاك. زين، المسائل قلنا اللي راح تحلها هسه اشبه بالمراجعة يعني راح تصير، واضح؟ المسائل اللي راح تحلها راح تحلها شرحتها قبل شويه، راح يصير بهالشكل انه all applied force and coefficient of fraction are now، راس المراجعه للحكي اللي قبل شويه شرحت هذني. اذا بالحاله الاولى اذا كل القوى معلومه ومعامل الاحتكاك معلومات ومطلوب من عندنا انه ديترماين وذر اكوليباريوم از مينتيند، يعني هل الجسم في حاله حركه او سكون، شرح نحسب مثل ما شرحت هاي شرحت عند النقاط بس انها مكتوبات بطريقة نفس اللي شرحتها هنا، أنا بس كاتبينها على شكل نقاط. بالحالة الاولى اللي كل شيء معلوم والمطلوب عندنا بس حال الجسم هل هو في حالة سكون او حركة، راح نحسب نكتب معادلات الاتزان، نوجد الان والاف، نقارن الاف ويا الاف ماكسيموم، اذا كانت الاف هي الاكبر معناها الجسم في حالة حركة،
ونحسب له الاف كي، واذا كانت الاف هي الاقل معناها الجسم في حاله سكون، وقيمه الاف تساوي قيمتها نفسها اللي حسبناها، واذا كانت الاف تساوي الاف ماكسيموم فان الجسم في حاله امبلمنتد شروع بالحركه. هاي الحاله الاولى. الحاله الثانيه قلنا all applied force are known and you must find the smallest allowable الميو اس. نريد نحسب بس الميو اس، قلنا الحل وكل شيء معلوم ونريد نحسب الميو اس. قلنا راح نكتب معادلات الاتزان نحسب الان والاف، وبعدين بما انه موشن از امبلنتد يعني احنا واثقين انه الاف تساوي اف ماكسيموم لانه منطينا الموشن امبلمنتد يعني شروع بالحركه. هسه نحسب وبعدين نحسب الاف ام، واضح؟ والان صارت معلومه اذا نقدر نطلع منها الميو اس. الحاله الثالثه the motion of body is implemented، نعرف اتجاه الحركه معلوم لا تذكرون، و ميو اس از ناون يو موست تو فايند سم انون كوانتيتي، القوه هاي البي اذا كانت مجهوله ايش راح نسوي؟ نفس اسيوم بوسبل موشن، هنا راح نحسب الاف ونساويها بالاف ماكسيموم. هنا اسيوم بوسبل موشن اوف، ها هنا اتجاه الحركه حددناه، من حددنا اتجاه الحركه معناها عرفنا اتجاه الاف ماكسيموم، واضح؟ نرسمها بالفري بودي دايجرام، وهاي الاف ماكسيموم اللي هي تساوي ان اف راح تساوي ميو اس بالان، واضح؟ ونطبق معادله الاتزان سولف ذا كوليباريوم كويشن تو ناون ذا سيك، المفقودات راح نوجد قيمه المفقودات اللي هي البي، ومعطينا مثال عليها. هسه راح ندخل بالامثله، دخلنا هسه بالامثله. واضح انه ثلاث حالات، هنا حالات الاحتكاك ماكو غيرهن. اي مسائل احتكاك واقع ضمن هذا الرينج، لو الحاله الاولى والحاله الثانيه والحاله الثالثه. اقصد انا لو الحاله الثالثه، لو الحاله الثانيه، لو الحاله الاولى. واضح؟ عندنا مثال هنا شنو نريد؟ 100 نيوتن فورس اكت از شاون اون 300 نيوتن بلوك. هاي 100 نيوتن قوه مؤثره على 300 نيوتن. زين بليست اون ذا انكلاين، موضوع على سطح مائل زاويه ميلان معلومه، هم معلومه. The coefficient of friction between the block and plan mu s منطيناها 0.25، ال s وال k 0.2. Determine the whether the block is in equilibrium and find the value of friction. جاي يقول اوجد لنا حال هذا الجسم، حاله يعني هل هو متحرك؟ هل هو ساكن؟ ومو بس هذا توجد لنا، اوجد لنا قيمه الاف مالت الفراكشن الموجوده. نجي هسه قاعد الاحظ انا كل شيء معلوم، ماكو شيء مجهول يعني كل شيء معلوم. اذا هذا ينطبق على الحاله الاولى. الحاله الاولى شو نسوي؟ نسوي موازنه. سميشن فورس ان اكس دايركشن، راح ياخذ هذا الاكس دايركشن بس واضح يعني اتصور. هذا الاكس دايركشن وهذا الواي، ها راسمه سوري هو راسمه هنا هذا الاكس وهذا الواي. فراح نسوي فري بودي دايجرام، راح نرسم الفورس المؤثر على هذا الجسم. الإضافة للمرسومات الـ N والـ F، الـ F منين اجت؟ اجت لأن اكو 100 نيوتن. صح؟ واكو حتى لو ماكو 100 نيوتن هم موجودة الـ F، ليش؟ لأن اكو مركبة مالت وزن موجودة، ما ننساها. هسه نطلع قيمة الـ F، شلون نطلع قيمة الـ F؟ سميشن فورس إن إكس دايركشن. سميشن فورس إن إكس دايركشن يساوي 0 ل 100 ومحصلة باتجاه السالب من 300 محصلة الوزن. واضح ولا لا؟ باتجاه الاكس السالب. وبعد شنو اكو؟ واكو اف هم باتجاه السالب، واكو اف هم باتجاه السالب. ساوي هاي المعادله ايش راح احصل؟ راح احصل على قيمه الاف تساوي سالب 80 نيوتن. يعني الاف طلعت عكس هذا الاتجاه. واضح؟ احنا فرضناها هالشكل طلعت عكس، يعني طلعت بهذا الاتجاه. الاف وقيمتها 80. هسه الاشاره ما كلش مهمه بالنسبه لي بهاي المرحله. راح احسب سميشن فورس ان واي دايركشن حتى احصل على قيمه الان، حصلت على قيمه الان لقيت الان تساوي 240. هسه راح احصل على الاف ماكسيموم، اف ماكسيموم هي ميو اس بالان، ميو اس منطينا اياها في 240 صار 60 نيوتن. هسه اقارن هاي ال 60 ويا هاي ال 80، ال 60 صغيره والاف 80، اذا الجسم تجاوز الماكسيموم وراح، اذا الجسم في حاله حركه. اذا الجسم سلايد داون في حاله حركه للاسفل. واضح؟ اذا الجسم في حاله حركه للاسفل، ليش؟ لان قوه الاحتكاك العظمى هي 60. اذا الجسم في حاله حركه. واضح؟ في حاله حركه. هاي النقطه الاولى، اذا من الجسم في حاله حركه يريد الفراكشن فورس، لا ننسى
الفراكشن فورس. فراكشن فورس يساوي ان اف، ها خطا، لان هاي الاف مال توازن. اذا الاف اكتشوال تساوي لنا الاف كي، واللي تساوي لنا ميو كي بالان. الميو كي منطيناها بوينتو في 240 وتطلع 48. اذا الاف اكتشوالي الان هي 48. واضح ليش؟ لان الجسم في حاله حركه. هو الاف ماكسيموم مالته 60، شلون تطلع الفراكشن مالته اكبر من 60؟ ما معقوله. اذا الاف بالفراكشن طلعت هالمره الاكتشوالي في حاله حركه طلعت 48 نيوتن. اعيد الخطوات بصوره سريعه. رسمنا الفري بودي دايجرام، حسبنا قيمه الاف طلعت 80، حسبنا قيمه الاف ماكسيموم لقيناها 60، شفنا 80 اكبر من 60، اذا الجسم متجاوز ورايح. الاشاره هسه مو مهمه بالمقارنه، لانه القيمه مهمه مو الاشاره. زين، اذا لازم نحسب الاف الجديده، الاف الجديده مال حركه بعد مو مال سكون. نستخدم المعامل الحركي ونوجد قيمه الاف الجديده. مثال ثاني، مثال ثاني حلو شوي يعني طويل، هو ما اطول بس حلو. هنا بين بي حاله واحد تو يونيفورم بوكس، عندنا اثنين بوكسات واحد فوق الثاني، ايتش وذ وايت 200، كل واحد وزنه 200 باوند. ارسمبلي ستيكت از شاون، خالين واحد فوق الثاني بيناتهم سطح تلامس طبعا. اف ذا كوفيشنت اوف ستاتيك فراكشن بتوين ذا بوكسز از منطينا اياه 0.8، هنا معامل الاحتكاك منطينا 0.8. اند بتوين ذا بوكس اند ذا فلور منطينا اياه، وهنا هم منطينا اياه مقداره 0.5. ديترماين ذا مينيموم، مينيموم فورس بي تو كيس تو كوز سوري تو كوز موشن، اذا اقل قوه تسبب لنا الحركه، اقل قوه تسبب لنا الحركه تخش هنا. كم احتمال اكو؟ كتبناها لكم هنا، المفروض تفكرون به هنا سدتم. شوف بدون ما تشوف هاي الملاحظه، بدون ما تشوف هاي الملاحظه المفروض تفكر كم احتمال اكو بالقضيه. الاحتمال الاول توب بوكس سلايد اونلي، احتمال الاول هاي القوه تدفع وتتغلب على معامل الاحتكاك فيتحرك هذا الجسم بوحده وهذا يبقى ساكن. هنا احتكاك قوي، هنا احتكاك بسيط، اذا نتحرك. الحالة الثانية شنو؟ توب بوكس تب. الحالة الثانية ممكن هنا اكو ان مقاومة قوية بهذا المكان بركن فيؤدي الى انقلاب هذا الجسم، ممكن ينقلب. احتمال ممكن ينقلب. احتكاك قوي هنا بهاي النقطة فينقلب. الحالة الثالثة بوكس بوث بوكسز سلايد توجذر. الحالة الثالثة ممكن هنا الاحتكاك قوي جدا بهاي النقطة، وهنا أنا ضعيف، فمن يدفع هذين مشلبات محتكات واحد بالثاني قوي فيتحركن سوية كقطعة واحدة، يتحركن كقطعة واحدة. هذا الاحتمال الثالث. الاحتمال الرابع both boxes tip over together. الاحتمال الرابع والأخير هنا قوة جدا قوية وهناك احتكاك بهاي النقطة قوي بهاي النقطة، فممكن هذا من يدفع يقلب القطعتين سوية. واضح؟ ممكن يقلبهن سوية. هاي أربع احتمالات اكو غيرهن. هسه كل واحد من هذه الاحتمالات عبارة عن مسألة لازم نحسبها. الاحتمال الأول، الاحتمال الأول شنو؟ توب بوكس سلايد. شلون سلايد؟ خلينا نشوف. راح نرسم الفري بودي دايجرام مالته بوحده، طبعا أهم شيء خلينا إحداثيات حتى ما نخطأ. فري بودي دايجرام من راح أفصل انشراح راح يصير اف اس وان، صح ولا لا؟ احسب هنا، حسبنا سميشن اف اكس طلعنا الاف اف 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 اس طلعت تساوي 160 160، وهاي الاف اس تساوي البي تساوي. اذا بهذا الاحتمال الاول طلعت لنا الاف تساوي البي وتساوي 160. هذا الاحتمال الاول، هسه هاي نخليها. لو صار الاحتمال الاول معناها البي تساوي 160. لو تحقق الاحتمال الاول البي تساوي 160. خلينا نرجع لكم شويه على السؤال. كالكليت ذا مانيموم فورس، اذا لازم احسب البي هنا والبي هنا والبي هنا والبي هنا، والصغيره هي اللي ياخذها مانيموم. اوكي، هسه هاي الحاله الاولى. الحاله الثانيه شنو؟ توب بوكس تب. تب يعني شنو؟ ينقلب. شلون ينقلب؟ لما نصير الان بهاي النقطه. ارسم الرسم، رسمنا ثري بودي دايجرام وخلينا الان بهاي النقطه، لان الان بهاي النقطه يصير انقلاب، صح؟ تعال نحسب سوميشن اف اكس. حسبنا الان، هذا الان مجهول، مجهول سنقدر نوجده، صح ولا لا؟ زين، الاف اس هل هو يساوي الميو اس بالان؟ ما ندري هسه، حاليا ما ندري.
بس احنا محتاجينه لو ما محتاجينه؟ احنا محتاجين البي ما محتاجينه، صح ولا لا؟ فاكو طريق ثاني اوجد منه البي باعتبار ما اعرف انا هل يساوي هنا او ما يساوي، ما اعرف، قالوا اعرف انا اكو حركه واكو امبلمنتد عشان حل الموضوع، صح؟ فما اعرف اذا شو اسوي، الجا طريق ثاني. طريق ثاني راح الجا اخذ العزوم حول نقطه اي، اذا اخذت العزوم حول نقطه اي اقدر اوجد البي، لو ما اقدر وجدت البي ولقيتها 300. اذا اذا البي 300 الجسم يصير بانقلاب، الصندوق الفوق ينقلب. هسه اذا البي 160 ينزلق، اذا 300 ينقلب، واضح ولا لا؟ هاي احتمال. الاحتمال الثالث، احتمال الثالث بوث بوكس سلايد توجذر، يتحركن سوية قطعة واحدة، صح ولا لا؟ فيتحركن قطعة واحدة يعني شنو؟ يعني ارسم فري بودي دايجرام، ما هناك بس قوة احتكاك تأثر هنا وان، احسب الان لان صار مجموع شيء لا تنسى اثنين، فاحسب الان، حسبنا الان و سلايد سوية، سلايد سوية يعني ايش قد الاف اس؟ 200، صح ولا لا؟ اذا البي تساوي 200 لانه هنا على وشك الحركة، عايز يتحرك سوية، على وشك الحركة انه يتحرك سوية. فاذا البي 200، البي 200 ايش راح يصير؟ راح يتحرك كقطعة واحدة اثنيناتهم سوية، يتحرك كقطعة واحدة اثنيناتهم سوية. الاحتمال الثالث اللي بوث بوكس تيب، من تب يعني يصير الان بهذا المكان، اثنيناتهم قطعة واحدة والان بهاي المكان. نحسب هسه انا شنو اريد؟ ما انسى، قاعد احسب البي لا ننسى. فالبي اخذ سميشن مومنت اباوت بي، مباشرة يطلع لي قيمة البي وتطلع 120. يعني بالبي 120 ايش راح يصير؟ راح يصير انقلاب اثنيناتهم، ينقلب اثنيناتهم. واضح؟ هسه فهمناها كل واحد على حده. هسه نجي بالتوب، اذا التوب بوكس سلايد اونلي البي 160، اذا التوب بوكس تيب البي 300، اذا البوث بوكس سلايد توجذر 200، اما اذا البوث بوكس تيب اوفر توجذر 120. واضح ولا لا؟ هسه يعني صار مجموعه. هسه هو سؤاله كان شنو؟ سؤال للتذكير، سؤال اقل قوه، شوف ديترماين ذا مانيمم فورس بي تو كوز موشن، اقل قوه من بي ممكن ان تسبب لنا الحركه. هنا اكثر من احتمال باعتبار المساله هالشكل. فاذا اريد التوب بوكس ينزلق الوحده في 160، اذا اريد التوب بوكس ينقلب 300، اذا اريد الاثنيناتهن ينزلقن في 200، واذا الاثنيناتهن ينقلبن في 120. بس احنا يمكن احنا بهذه المساله احنا 120 فقط، جو ال 120، لان انا ما اقدر اسلط 120 اكثر من 120، لان شنو راح يصير؟ انقلاب، راح يصير انقلاب به، مو صح؟ يصير انقلاب اذا صار 120. المعنى الجواب هنا تقريبا اللي راح نختاره، ما نقدر 120، لان احنا ما نقدر نسلط اكثر من 120. انت شلون تقدر توصل ل 160؟ اذا انت بال 120 راح يصير عندك انقلاب، مو صح؟ فهاي الجواب مال هاي الاحتمالات اللي راح تصير. هنا أنا هذا بس للتذكير، اذا فصلنا جسمي بدنا نرسم 3 بودي دايجرام مال كل واحد على حد، راح يصير هاي الاف اس اذا تلاحظ هي نفسها هنا باتجاه اخر، وهاي الان هي العفو، هاي الان هي نفسها هنا باتجاه اخر، نفس الكونتاكت السطوح المتلامسه اللي حكينا عنهن. هسه الباقي كلهن امثله لكم لزياده المعلومات. هنا أنا اذا كره منطينا قطرها ومنطينا كل المسائل اللي راح تمر بيكم راح تحلونها في هذا الموضوع، هي تندرج ضمن واحد من ثلاث حالات اللي حكينا عنهن، اللي حكينا عنهن واللي للتذكير ارجع لهن للتذكير اكثر، هن 1 2 3، هن الحاله الاولى والحاله الثانيه والحاله الثالثه، غيرهن ماكو شيء غيرهن، يعني كل مسائل الاحتكاك ضمن هاي الثلاث نطاقات، غيرهن ماكو. فلا تشوف كرة أو اسطوانة أو الآخر هي وتقول هاي غريب عجيب، لا، كلهن نفس المبدأ بالضبط، واضح؟ فأنا معطينا اسطوانة، طبعا موجود هذا الكتاب سؤال ميريام، موجود بميريام هذا السامبل موجود، اللي يريد يراجع أكثر هناك موجود نفس الحكي يعني. فهاي الاسطوانة راسم لها فري بودي دايجرام، من راسم لها اكو كونتاكت هنا وكونتاكت هنا، إذا اكو قوتين هنا واكو قوتين هنا، باعتبار احنا موضوعنا الاحتكاك وقاعد نشيل كوفيشنت اوف فراكشن، اذا القوه الاحتكاك هنا وحده عمودي متعامدات، مو صحيح؟ الان والاف متعامدات، واضح؟ فهاي قوه احتكاك وهاي ان، وهنا ان قوه احتكاك،
وهنا الوزن مال الكرة الموجود، إذا منطينا عزم دوران يمكن منطينا ها وزنها منطينا إياه. شو يريد هنا؟ calculate the applied block weight cobble M، يريد هنا العزم باتجاه الساعة، باتجاه عقرب الساعة، واضح يريده. مطلوب which cause the cylinder to slip، اللي يسبب لنا انزلاق هاي القوة، واضح. العزم هنا ايش راح يصير؟ اذا اخذت العزم حول هاي النقطة تروح هاي القوة وهاي القوة، يبقى بس هاي وهاي وهاي تروح اصلا. فاذا لازم احسب هاي القوة واحسب هاي القوة حتى اقدر احصل على العزم، واضح؟ بسيط يعني، هاد تقدرون تراجعونه انتم وتشوفونه. مثال ثاني هم موجود بكتاب مريم على سطحين وسطح مائل، واضح؟ هم هذا تحليله راسم الفري بودي دايجرام والى اخره، هم صوره بسيطه. مثال من كتاب بير مالكم، هم اذا عندك هذا شوي نشرح لكم ما يخالف. اذا عندك هنا جسمين واحد على الثاني مربوطات بحبل، واضح؟ مربوطه بحبل واكو احتكاك هنا وهنا. كوفيشنت اوف فراكشن منطقنا يو اس ام يو كي اثنيناتهم بتوين اول سيرفس اوف كونتاكت، اذا هنا او هنا نفس الميو. زين ديترماين ذا فورس بي فور ويتش موشن اوف 30 كيلومتر بلوك امبلمنتد تشرع بالحركه اف كيبل اي بي شو بي اتاتش اس شاون او ريموف. اذا كان هذا الكيبل موجود هاي بالحاله الاولى، واذا كان ما موجود بالحاله الثانيه، يريدنا نحسب قيمه البيج جيد. بالحاله الاولى، الحالة الأولى أي، بس هاي الحالة الأولى أي، راح نرسم ال 20 كيلو جرام تي، الحالة الأولى موجود متفقنا، إذا هاي التي، وهنا الاف 1 مال الاحتكاك، وهنا الأنوان، وهنا الوزن. بالنسبة للسطح اللي جوا اللي هو 30 ايش راح يصير؟ راح يصير اف معاكس لهاي الاف، متفقنا لازم اكو قوة معاكسة، وتصير ان معاكس لهاي الان، بالإضافة إلى القوة بي الموجودة أصلا وقوة الان 2 والاف 2، واضح. هنا ببساطة نطبق معادلة باتجاه اكس وباتجاه واي حتى نحصل على الان 1، من نحصل على 1 نحصل على الاف 1 اللي هم يو اس معلومة، فحصلنا 2، واضح. حصلنا 2 هاي وهاي، من حصلنا 2 اذا يعني هاي انعلمت وانعلمت هاي، اذا صار مجاهيل عندنا قد هنا، صار مجاهيل عندنا بس 2، اذا احتاج معادلتين حتى اوجدهن ببساطه، يعني سميشن اف واي اوجد منها ان 2، وسميشن اف اكس اوجد منها، وحتى ما احتاج سميشن، لا ما طول وجدت الان 2، اذا اضربها بالميو اس احصل على الثانيه، واضح. هاي حصلنا عليهن، نمسح هسه هذا باعتبار هذا سوري، هذا ما احتاجه. زين حصلنا على ذني القيمتين، صار عندنا الاف معلومه الاف 1 والاف 2 معلومه. هسه اجي اطبق سميشن اف ان اكس، بعد صار كل شيء معلوم، البي هنا أنا صارت فقط هي المجهوله، صارت بس هاي البي مجهوله. طبق معادله الالتزام باتجاه اكس، معادله الالتزام باتجاه اكس راح يصير ماينس بي، وهذا الرقم وهذا الرقم، هذا معلوم وهذا معلوم، 1 2 3 ثلاث قوى اقدر احصل على البي، يطلع البي 275. اذا تي موجود، الشد موجود، فالبي تساوي لنا 275. اذا ما موجود ايش راح يصير؟ ايش راح يصير اذا ما موجود؟ راح يتحرك قطعه واحده، ما موجود بس تسحب هذا الجسم، هاي يتحرك قطعه واحده سوية، ماكو فش. اذا يصير فري بودي دايجرام واحد، يصير هالشكل، واضح. هنا يصير الوزن كله، وهنا النورمال، وهنا البي، واحتيادي اكو قوه احتكاك هالشكل مضاده للبي. فنحسب الان، حسبنا الان، ما طول حسبنا الان اقدر احسب قوه الاحتكاك، اطبق معادله التزام باتجاه اكس، فراح يطلع لنا البي 196. اذا تلاحظ هنا هواي اكو 275 صح؟ اكبر، ليش اكبر؟ لان اكو حبل قاعد يجر، مو صحيح؟ اكو حبل جاي يجر هنا، يعني اذا الحبل هذا موجود قوه 275، اذا الحبل ما موجود 196. شفت اكو فرق؟ لو ماكو؟ اكو فرق بيناتهم. هذا المثال، هذا مثال اخر هم من كتاب بير، يعني هم مو صعب بس تقدر تقرأه وتشوف. زين شنو عندنا بعد؟ عندنا بقى هسه وصلنا للهوم وورك مالتكم اللي هنا حاكين عنه،
انا راح اسوي لكم شيت تلقونه بالاساينمنت. يعني انت هنا انا الاكزامبل اقراهن للفائده حلوات، يعني الاكزامبل اقراهن اللي بالكتاب موجودات، وللفائده راح اسوي لكم شيت اساينمنت خاص بي تحلونه واعطيكم هم بسبعة ايام ان شاء الله. وهنا اكو اديشنال اكزامبل، بعطيكم امثله اضافيه، خاف واحد مثلا ديش الامثله ما اقتنع بيهن او ما قدر يكفن، هسه بعد امثله اضافيه لكم تقدرون تقرونها تستفادون من عندها بالموضوع. بس منهن اسئله مال الكتاب هنا موجودات، وقسم اسئله من كتب اخرى، وهكذا كلهن جمعناهن على شكل امثله واعطيناكم اياها هنا محلولات من ذني مكبرات المحاضره، يعني المحاضره خلصت من زمان يمكن تلاحظون. فهاي الامثله اللي هي الكم تقدرون انتم تستفادون من عندها. وبهذا الجزء كملت هاي المحاضره، وان شاء الله كملنا منهجنا كله باذن الله المقرر، وان شاء الله اشوفكم بالمرحله الثانيه باذن الله تعالى، وكلكم ناجحين ان شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.